هذه الظواهر، وإن شاء الله خلال ساعات قليلة تنتهي كل هذه الأمور. أيضا التزم طبعا الجيش اللبناني بشكل كامل بما تعهد لنا به، ونحن نشكر كل من تجاوب معنا في هذه المبادرة، وعلى رأسهم قيادة الجيش اللبناني وأهالي عرسال واللاجئين في عرسال والمقاتلين الذين التزموا وخرجوا من عرسال كما تم الاتفاق. نحن سنتابع المبادرة، يفترض أن نصل إلى عرسال حيث هناك لجنة مشكلة من أهالي عرسال ومن اللاجئين السوريين الموجودين هناك، وسنتوافق معهم على تنظيم الأمور في البلدة لحين دخول القوات الأمنية الشرعية اللبنانية لاستلام هذه البلدة واستلام الأمن كما كان ذلك قبل الأيام التي سبقت هذه الأمور. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن تستكمل هذه الإجراءات وأن نصل في نهاية المطاف، وأبشركم أن عملية إخلاء الجرحى قد تمت وتيسرت من جهات الأمنية اللبنانية ومن الجيش اللبناني على رأسهم، وعملية دخول القوافل الإنسانية والمساعدات بدأت تدخل إلى بلدة عرسال، وستتابع بإذن الله تمهيدا لفتح الطريق بشكل كامل خلال الفترة القادمة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه الظروف وتعود الأمور كما كانت بإذن الله وأفضل مما كانت. ماذا عن الأسرى الجيش والقوى الأمنية؟ الأسرى نحن نتابعهم إن شاء الله مع الجهات الموجودة في الداخل، هم سيتركون لنا رسالة في الداخل مع بعض أهالي عرسال كما قالوا لنا، وقد علمت أن هناك مجموعة من الأمنيين الذين كانوا مختبئين أو موجودين داخل البلدة قد تم تحريرهم اليوم صباحا، وإن شاء الله سنتابع هذا الأمر معهم، لكن ليس لدي أي معلومات حتى الآن حتى أدخل إلى القرية. طيب، حكي عن تناقض بالمواقف بين مختلف الفصائل المسلحة وهذا ما صعب عملية التفاوض، يعني بعد في فصائل ربما قد تكون ترفض الخروج من البلدة أو يعني في شيء من هالنوع أو كمان انحلت معه. نحن في اجتماعنا أمس لم نلمس أي تناقض بين أقوالهم، صحيح كان هناك عدد كبير من المسؤولين عنهم ولكنهم كانوا يتحدثون بلغة واحدة وهي لغة الإيجابية، وأنهم الذي حصل في عرسال كان خطأ، وأن المجموعة التي دخلت وفعلت ما فعلت مجموعة خاطئة، وأنهم التزموا بالخروج من عرسال، وأن مطلبهم الوحيد هو تأمين أمن المدنيين، ونحن نعلم أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية هي التي أيضا تحافظ على المدنيين اللبنانيين والسوريين، ونحن سنكون معهم في كل خطوة حتى لو اضطرينا إلى النوم والبقاء في هذه البلدة أياما وأياما كثيرة، لأننا كهيئة علماء المسلمين التزمنا بتطمين المدنيين السوريين قبل اللبنانيين بالأمن بشكل كامل بإذن الله عز وجل. سمحت الشيخ، بالنسبة للجرحى قلت أنه أخرجوا الجرحى كلهم، أخرج السوريين ولا بس أهل عرسال؟ كل الجرحى يخرجون، كل الجرحى المدنيين سيخرجون، لا فرق بين الجريح اللبناني أو السوري أو أي، هذه قضية إنسانية لا يسمح أبدا بالتفريق بين أي جريح وآخر. ماذا عن جرح المجموعات المسلحة شيخ؟ جرح المجموعات، جرح المجموعات المسلحة أخذوهم معهم إلى الجبال، وهم سيدخلون في معهم إلى الداخل، ليس هناك جريح مسلح موجود الآن في المستشفيات، كل الجرحى من المدنيين وقد أخذوا جرحاهم ونحن أكدنا عليهم ذلك. أما بالنسبة للواقع الإنساني وهي مسألة مهمة جدا، نحن نريد أن نتابع إن شاء الله إدخال المساعدات الإنسانية تمهيدا لفتح الطريق بشكل كامل بعد أن تتأمن البلدة، لأن هذا الأمر أمر ملح جدا، ونحن أمس كنا نبكي لرؤية الناس الذين هم في أمس الحاجة، كان معنا بعض الخبز، تقاتلت الناس على الخبز يا جماعة، الناس كانت تتقاتل على الخبز، وكان خبزا شيئا بسيطا من الخبز، وكانت الأطفال ترمخنا بالنظر كيف أن نعطيها كسرة خبز، وكانت المستشفيات في حالة يعني كبيرة جدا، ليس عندهم أمصال وليس عندهم أدوية، وقد دخلت مجموعة من المساعدات الطبية الآن إلى المستشفيات، ونحن نتابع إن شاء الله الدخول إلى ذلك. كيف كهيئة علماء مسلمين ستضمنون عدم عودة المجموعات المسلحة؟ هذا الأمر سيكون بعهدة الشرعية اللبنانية والدولة اللبنانية، هي التي تضمن أمن البلد وأمن الحدود، وهم الذين يعرفون كيف يتعاملون مع مثل هذه الأمور. نحن مهمتنا أن نتفاوض وأن نكون رسل خير بين كل الأطراف الموجودة. سمحت الشيخ، هل صحيح أن الشيخ مصطفى الحجيري هو الوسيط بين هيئة علماء المسلمين وبين المسلحين؟
نحن كنا نتفاوض معهم مباشرة. مباشرة. قلت لنا أنه بدهم يتركوا لكم رسالة، عند مين تركوا الرسالة؟ ما أدري ما أدري، قالوا لنا بس هلا بس تفوتوا على عرسال حتستلموا الرسالة وتعرفوا وين. كنا عم نتحدث مع قيادات المسلحين، هلا قيادات باسمه بالأبو يعني أبو فلان وأبو فلان. طب حضرتك قلت انه هذه مجموعه اخطات الدخول ومخطئ، هم قالوا ذلك، هم قالوا ذلك. لاي غايه دخلوا؟ يقولون لكم لاي غايه دخلوا الى عرسال وقاموا بما قاموا به من هجوم على الجيش. طيب انا نحن نحن لم يعني في التفاوض لا نستطيع ان نفتح كل الامور بيننا وبينهم. نحن كنا يهمنا ان يوافقوا على الخروج، كان يهمنا ان يخرجوا من عرسال وأن يتركوا هذه البلدة بأمن وسلام، وأن تعود هذه البلدة إلى الأمور الأمنية وإلى الأمور وإلى حضن الشرعية اللبنانية، ولا نريد أن ندخل بتفاصيل. ولكنهم قالوا إن المجموعة التي فعلت ما فعلت خطأت وأخطأت ونحن لا نقبل بفعلها. هذا الكلام مسجل عندي في هاتفي، وإن شاء الله سأسلمه لقيادة الجيش. كيف هو وقع المخيمات السورية الآن، مخيمات اللاجئين السوريين، ما هي مشاهداتكم في الداخل؟ الأمر مخيمات السورية أمر صعب جدا. بالأمس احترق مخيم بشكل كامل ولا تزال الجثث متفحمة فيه، معظم نصف المخيمات احترقت، وهناك أطفال تئن ولا يستطيع الفرق الإنقاذ أن تصل إليها منذ أيام. وأقول لكم بصراحة، أنا لما مررت قرب بعض المخيمات كانت رائحة الموتى قاسية جدا. لذلك نحن أمام كارثة إنسانية، نريد إن شاء الله في هذا الوقت أن ننهي هذه الكارثة وأن ندخل لنسحب الجثث ونسحب الأطفال والجرحى حتى نبدأ بإغاثة الناس بإذن الله. هل فتحت الآن طريق من أجل العائلات السورية التي قد ترغب بمغادرة عرسال إلى داخل الأراضي اللبنانية؟ لا لا لا، الطريق الآن غير مفتوحة، لا تزال هناك بعض المناوشات، لازال هناك إشكال على الطريق، والجيش اللبناني يعمل على معالجته، وتواصلنا مع أهل عرسال لمعالجة هذا الإشكال، لأن الطريق لا تزال مغلقة ولا تزال هناك أمر يعني أمني متوقف عليه. والآن بدأت مفاوضات مع بعض الذين يعني لا يهمهم، بل يرفضون ولا يريدون أن تنتهي هذه الأزمة، وإن شاء الله قريبا تسمعون بأن الأمور قد تمت وبأن القوى الأمنية قد دخلت. شكرا لكم يا جماعة.